السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى لقاء جديد في برنامج مقاصد. كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام يولون العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أهمية كبيرة، ويخصونها بأعمال ويقبلون على الله فيها إقبالا مشهودا، فهي أيام فضيلة ذات منزلة عظيمة في شهر فضيل ذي منزلة عظيمة، وكأنما منحت مهابة فوق مهابة. العشر الأواخر من شهر رمضان ومنزلتها والأعمال المخصوصة بها وحالها عند سلف هذه الأمة الصالح وانعكاسها على واقع المسلمين وحياتهم، وما تبحثه هذه الحلقة من برنامج مقاصد، فأهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا الترحيب عبر سكايب من اسطنبول بالدكتور وصفي عاشور أبو زيد، أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياك الله أستاذ جهاد والسادة المشاهدين، بارك الله فيك. حياكم الله. يقول الله سبحانه وتعالى في التنزيل الحكيم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء في حياة الإنسان لله تعالى. دكتور، في هذا السياق العام الذي يتقرب فيه العبد إلى ربه في كل حركاته وسكناته، السؤال هو: ما الدور أو الوظيفة التي يؤديها موسم العشر الأواخر في حياة المسلمين في هذا السياق العام من العبادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن من منن الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن هيأ لهم مثل هذه المواسم، مواسم الطاعات ومواسم التسابق في الخيرات ومواسم السباق إلى الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى قد جعل لنا هذه المواسم لكي تكون وسيلة لمزيد من التقرب إليه، وفرصة لحصد كثير من الثواب والحسنات، والفوز بعلو الدرجات في الجنة بإذن الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فالله تعالى ينفحنا بهذه النفحات ويطلب إلينا، يطلب منا فقط أن نتعرض لها، كأنما هي ريح، كأنما هي رياح خير تأتي على المسلم، ومطلوب منه فقط أن يقوم لها، أن يتعرض لها ليصيبه خيرها وبركاتها وتنزلاتها وفيوضاتها ومغفرتها ومثوباتها. فمن فضل الله تعالى علينا نحن المسلمين أن جعل لنا مواسم مثل رمضان بشكل عام، والعشر الأواخر على وجه خاص من رمضان، ثم موسم الحج، ثم الصلوات الخمس كل يوم وليلة، ثم فتح الله تعالى باب التطوع وباب التقرب إليه دون حاجز أو دون شيء. فالإنسان المسلم في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يقوم بالعبادة الحقيقية وبأداء فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام وهو الصيام. وما يزال المؤمن يتدرج بالصيام من أول يوم العشر الأوائل، ثم يدخل العشر الأواسط مع قيام الليل وقراءة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار والبكاء والرجاء، حتى ينجلي قلبه وحتى تشف روحه وحتى تتوهج نفسه وحتى يصفو ذهنه. فإذا دخل على العشر الأواخر كانت له بمثابة قرص مكثف، كالقرص المكثف المضغوط الذي يعني يزيل كل ما تبقى من آثار الذنوب والمعاصي، ويزيد قلبه جلاء ونفسه صفاء وعقله يعني وضوحا وكشفا للرؤية، وحتى يخرج الإنسان من هذه الأيام وما عليه من خطيئة، يخرج من العشر الأواخر خلقا آخر، روحيا، إيمانيا، فكريا، عقليا، نظرا لهذه الحياة ومجرياتها، تطلعا إلى ما عند الله والدار الآخرة والجنة، وهكذا. وتتحسن معاملات المسلم بعد ذلك في الحياة بينه وبين الناس. فموسم العشر الأواخر من رمضان موسم عظيم، موسم رائع، موسم تتجلى فيه رحمات الله، فيوضات الله. خص الله تعالى هذه الأيام بأن جعل فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهذا مما يعظم قيمة هذه الأيام ويعلي منزلتها، مما ينعكس على سلوك المسلم والمسلمين بشكل عام، أن يقبلوا على هذه الأيام وأن يتعرضوا لنافحات الله تعالى فيها. نعم دكتور، يعني قبل الحديث عن المقاصد، مقاصد هذه الأيام التي خصها الله بهذا الفضل، هل هذه العشر الأواخر يعني
منحها الله سبحانه وتعالى لعباده إدراكا يعني بسابق علمه، لأنهم بحاجة إلى هذه الأيام بسبب كثرة ذنوبهم وكثرة معاصيهم وشرودهم عن الله سبحانه وتعالى، أم هي فائض فضل فقط يعني يعطيهم إياها سبحانه وتعالى؟ يعني لا يوجد تعارض بين هذا وذاك، والجمع أولى من الترجيح أو الإهمال. الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أن يهيئ هذه الأيام للناس، لما سبق في علم الله تعالى بحكم أنه الخالق لهؤلاء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني الإنسان بطبيعته بشر، يعتريه النقص ويعتريه الخطأ ويعتريه الزلل ويعتريه الوقوع في المعاصي والأثام، فجعل الله سبحانه وتعالى له هذه المواسم ليتطهر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلوات مثلا الخمس، يعني يتحدث عن هذه الصلوات بأنها تمثل يعني حماما روحيا للإنسان، تتطهر فيه ذنوبه وتنجلي فيه آثامه ومعاصيه. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله، قال ذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. والجمعة للجمعة كفارة لما بينها، والصلوات كفارة لما بينها، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما اجتنبت الكبائر، هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام يريد من الإنسان أن يكون نظيفا، لا يهتم الإنسان بمظهره الخارجي وهو من الداخل ليس نظيفا. فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن تنسجم القلوب مع القوالب، قوالب هذا الهيكل الإنساني الذي يظهر على أحسن صورة ويرتدي أفضل الثياب ويفوح منه أطيب العطور، ينبغي أن يكون من الداخل كذلك. والإسلام شرع لنا من التدابير ومن العبادات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى ما يحقق فينا هذا. فمن رحمة الله تعالى أن لم يتركنا هملا ولم يدعنا سدى، وإنما أنزل لنا من التدابير الشرعية والأحكام والطاعات والفرائض والسنن والمندوبات والتطوعات والتنفلات ما يقيم الإنسان على السنن الصحيح، وما يقيمه على الإنسان المكرم المشرف الذي سجدت له الملائكة، والذي نزلت له الشرائع، والذي أرسلت له الرسل، والذي سخر الله له تعالى ما في الكون جميعا. فالإنسان بحكم بشريته يخطئ ويرتكب الذنوب والمعاصي، لكن يعود مرة أخرى، خير الخطائين التوابون، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. دائما يتذكر رقابة الله ويتذكر شهود الله ولطف الله وعلم الله الدقيق بكل شيء، فيتوب ويعود ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى ليجد نفسه محاطا بهذه السياجات من الطاعات والقربات التي تغتسل فيها ذنوبه ويتطهر فيها قلبه وتشف فيها روحه، حتى يصير إنسانا ملائكيا إن استقام على منهج الله وعلى شرع الله سبحانه وتعالى. لكن ما جملة الحكم والمقاصد التي استنبطها العلماء واستقرأوها من العشر الأواخر من حيث موقعها كعبادة وكأيام مخصوصة بالفضل والخير؟ نعم، يعني أول مقصد لهذه الأيام هو يعني لها جملة من المقاصد. أول شيء هو الامتثال، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى في القرآن الكريم بيّن قدر هذه الأيام وقدر ليلة القدر بالذات، وأنزل سورة كاملة باسم القدر سماها سورة القدر. يقول الله سبحانه وتعالى فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن الكريم، وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الاستفسار التعجبي الذي يعكس عظمة هذه الليلة، ويعني يثير علامة الاستفهام هذه لكي يذهب العقل كل مذهب في استكشاف حقائقها واستكناه أسرارها والوقوف على قيمتها ومكانتها وعظمتها. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن كل الفرائض يعني كفارة للذنوب، مغفرة للمعاصي. الصلوات الخمس كما قلنا في الحديث السابق، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، من حج لله فلم يرفث ولم يفسخ رجع كيوم ولدته أمه. وفي ليلة القدر عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه. فغفران الذنوب هنا ما تقدم منها وما تأخر هدف ومقصد يرصده المسلم ويستحضره في عبادته لله سبحانه وتعالى، وبخاصة في رمضان الذي وردت فيه مغفرة الذنوب في من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا، وكذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. المقصد الثاني أو الهدف الثاني الذي يستهدفه المسلم من هذه الأيام هو الفوز بثواب ليلة القدر. وكما قلنا الله تعالى أنزل سورة كاملة وورد ذكرها أيضا في سورة الدخان، إنا أنزلناه أي القرآن الكريم في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ثواب هذه الليلة كما قلنا غفران ما تقدم من الذنوب، وهذه الليلة فيها بركة كما قرر القرآن الكريم في ليلة مباركة، وصف القرآن هذه الليلة بأنها مباركة، مباركة في الأجر والثواب، مباركة في تغيير نفسية المؤمن وفي غفران الذنوب وفي تحقيق مسافات واسعة وطويلة من القرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه البركة تتجلى في هذه المعاني، في أن الإنسان يقفز فيها إلى الله تعالى خطوات لم يكن له ولم لا يتسنى له أن يقفزها وأن يعبرها في غير هذه العشر الأواخر، لأنها مباركة كما قرر القرآن الكريم، ولأن هذه الليلة نزل فيها القرآن، هذا القرآن العظيم الذي يجب على المسلمين أن يزيدوا الاهتمام به في رمضان وعلى وجه أخص في هذه العشر الأواخر التي تضمنت هذه الليلة العظيمة، تلك الليلة التي شرفها الله تعالى بأن جعلها محلا زمانيا لإنزال القرآن الكريم في هذه الليلة. هذا القرآن الذي نقل هذه الأمة من رعاة غنم إلى قادة أمم، ومن ناس يتعاركون ويتحاربون على أتفه الأسباب إلى أناس يعدون العدة ويملكون القوة لفتح هذه الدنيا ولإسعاد البشرية كلها بهذا الإسلام، فصار لهم شأن أي شأن بفضل هذا القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. هذا القرآن العظيم الذي هو الدستور والذي هو الشامل لكل الوحي السابق والذي هو الخالد التالد المعصوم من أي تغيير وتبديل، فالمسلم يحرص على أن يحوز ثواب هذه الليلة التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها، فقيامها وإحياؤها أفضل من أن ينقطع المسلم عبادة لله يعني ألف، خير من ألف شهر. وهذا العدد كما يعني كما أقول أو كما يعني أرى في هذه اللفظة ليلة القدر خير من ألف شهر، العرب لم تكن تعرف وحدة حسابية أكثر من الألف، يقولون ألف، يقولون 50,000، لكن هي في النهاية هذه الوحدة الحسابية لا يوجد أكثر منها عند العرب. وأنا أرى أن هذا العدد خير من ألف شهر ليس المقصود به ظاهر العدد اللي هو 83 سنة وبعض الشهور كما يذهب بعض الخطباء والوعاظ، وإنما هو على سبيل التكثير، على نحو قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ليس معنى هذا أنه لو استغفر 71 مرة سيغفر الله لهم، وإنما هو على سبيل التكثير، يعني استغفر مهما تستغفر فلن يغفر الله تعالى لهم. وهنا خير من ألف شهر يعني خير مما يتصور المسلم من أعمار ومن سنين وعقود وحتى قرون، والدنيا هي خير من الدنيا وما فيها. فهنا ما لا يستطيع الإنسان فعله في أمة توسطت أعمارها بين 70 و60 سنة، يستطيع المسلم أن يحصل فيها ما يعني يوازي عمره ويفوق عمره وأعمار غيره من الكثيرين. هذا يعني مقصد مهم جدا، وهو أن يحرص المسلم على حيازة هذا الثواب العظيم الذي لا يقدر. وهذا المعنى الذي يعني ذكرته الآن يتسق مع وصف الله تعالى لهذه الليلة بأنها ليلة مباركة. المقصد الثالث من مقاصد هذه الليلة هو الخلوة بالله والأنس به. المسلم طوال العام يعني في مطحنة، في شغل كبير، في هم عظيم، يخرج من بيته إلى العمل ومن العمل إلى يعني مشاغل أخرى، وأطوال اليوم في العمل في واجبات، في مشاحنات، في حوارات، في كلام، في يعني هناك كل هذا قد يولد قسوة في العبد، وقد يبعد قلبه عن الله، وقد يعني يسدل يعني حجابا وسترا بينه
وبين الله سبحانه وتعالى، فتأتي هذه الليالي ويأتي هذا الشهر العظيم لكي يكون فرصة للمسلم أن يختلي بالله وأن يأنس به. والإمام ابن القيم في هذا المعنى يقول كلاما عظيما جدا، أريد أن أنقله للسادة المشاهدين بنصه، يقول: ومن له أدنى حياة في قلبه ونور فإنه يستغيث قلبه من وحشة هذا التفرق كما تستغيث الحامل عند ولادتها. شوف التشبيه الرهيب. ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. فهذه الأيام فرصة عظيمة للمؤمن أن يخلو فيها بالله وأن يأنس فيها بقرب الله وأن يعتكف فيها على الله ويخلي ما بينه وبين هذه المشاغل ويكرس كل جهده في العبادة، في تلاوة القرآن، في الذكر، في القيام، في الدعاء، في الرجاء، في البكاء، في التوبة، في الأوبة، حتى يشعر بأن نفسه تغيرت وبأن عقله تغير وبأن حتى بدنه. التغيير النفسي الداخلي يا أستاذ جهاد ويا أيها السادة المشاهدون، التغيير النفسي الداخلي عند المؤمن تتجلى آثاره على الأعضاء. ولهذا الحسن البصري لما سئل قيل له: ما لنا نرى أن الناس اللي بيقوموا الليل أنظر الناس وجوها، وجوههم هدى يعني عليها مهابة وعليها بهاء وفيها نور. قال: لأنهم قوم خلوا بالله فألبسهم من نوره. هذه الخلوة بالله وهذا الاجتماع على الله وهذا الأنس بالله تظهر آثاره وتتجلى ثمراته على الوجه ضياء ونورا ومهابة وقبولا وبسمة صافية للناس، وعلى الجوارح سكينة ووقار ومهابة وحرص على مراضي الله والبعد عن معاصي الله. إحياء القلب من المقاصد أيضا التي سنختم بها هذه المقاصد. هذا القلب سيحيا لا شك في هذه الظلال وفي ظل هذه الروح والأجواء والطقوس والشعائر التي يؤديها. لا شك أن القلب إذا كان قاسيا سيرق، وإذا كان جامدا سيلين، وإذا كان بعيدا عن الله سيقترب من الله، وإذا كان خاليا من الله سيمتلئ بحب الله وبالقرب من الله، وهذا سينعكس بعد ذلك على مخالقته للناس، فلن يخالقهم بعد ذلك إلا بخلق حسن ما استقام على هذه العبادات وأدرك أسرارها وذاق حلاوتها. لا شك أن هذا سينعكس في تصرفاته وتعامله بين الناس رشدا في التصرف ورقيا في المعاملة وسموا في الأخلاق. هل يمكن أن يقال شيء عن مقاصد عقلية بمعنى إحياء الجانب العقلي من تأمل وتدبر في هذه العشر الأواخر؟ طبعا العقل كما أن القلب سيحيا في هذه الأيام، فإن هذا الإحياء لا يستبعد القلب ولا يستبعد حتى البدن. البدن نفسه يتغير في هذه الأيام، والعقل نحتاج طبعا حديثا طبيا متخصصا في هذا، وأنا لست متخصصا في الطب، لكن يحتاج هذا إلى أطباء نفسيين وأطباء حتى عاديين يستقصون ما للتغير النفسي في الإنسان خلال هذه الأيام من آثار وتأثيرات على الأمور العضوية والبدنية. العقل الإنسان حينما يعكف في هذه الأيام لا شك أنه يراجع نفسه، حينما يتذوق هذه الحلاوة ويعيش في هذه الظلال وينعم بهذا الأنس الإلهي والقرب الرباني، لا شك أنه سيندم على ما فاته من أيام ويقول: يعني أين أنا من هذه اللذة؟ سوف يعيد حساباته وسوف يراجع نفسه وسوف يخطط لحياته المستقبلية تخطيطا جديدا يختلف عن التخطيط السابق. ففي هذه الأيام أيضا سيعد الإنسان نفسه للمستقبل القريب والبعيد، حتى والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كل إنسان مطالب بأن ينظر ما سيقدم لغد، سواء كان هذا الغد في الدنيا غدا قريبا أو بعيدا، أو سواء كان المقصود بالغد لقاء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالإعداد لله تعالى في الدنيا سيفيد الإنسان في دنياه وفي أخراه. ففي هذه الأيام لا شك أن الإنسان حينما يعتكف على الله ويتذوق هذه الحلاوة والطراوة والنداوة، لا شك أنه سيراجع نفسه ويغير تفكيره ويبدل تصوراته من الأسوأ إلى الحسن إلى الأحسن، حتى يكون إنسانا سويا ومكرما يليق برسالته في هذه الحياة. في موازاة حديث المقاصد دكتور وصفي، إلى أي مدى يمكن أن يلمح المسلم في هذا العطاء الرباني في العشر الأواخر بعدا لطيفا، وهو أن إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بعبده، وأنه يريده أن يستحق رحمته فيدخل الجنة في نهاية المطاف، لا يريد له العذاب ولا يريد له المعصية. بالضبط. الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ هل الله سبحانه وتعالى الذي قرر في القرآن الكريم قوله تعالى حتى في آيات الصيام في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون؟ الله سبحانه وتعالى الذي قال: والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلوا ميلا عظيما. الله سبحانه وتعالى يريد النجاة لهذا الإنسان، ويريد الفلاح لهذا الإنسان، ويريد أن يرحمه، ولهذا سمى نفسه الرحمن الرحيم، وضمن ذلك في سورة الفاتحة التي نقرأها في فرائض الصلاة 17 مرة نقرأ نستفتح صلواتنا بهذه البسملة وبالآية التي بعدها أو بعدها: بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني 4 مرات في كل ركعة. عندنا 17 ركعة في 4 مرات، سيتجاوز هذا العدد الكثير. فنحن أمة نتحلى بهذا، والمسلم من المطلوبات من كل مسلم أن يتخلق بأسماء الله الحسنى فيما يجوز له أن يتخلق به. يعني هناك أسماء حسنى يجب على المسلم أن يتخلق بها قدر استطاعته البشرية، وهناك أخلاق وأسماء لا يجوز له. مما يجوز له: الرحمة، الرحمن الرحيم، الرأفة، المحبة، الشفقة على عباد الله، نعم، إحسان إلى الناس. فالله سبحانه وتعالى تتجلى رحماته في تهيئة هذه المواسم وإبراز وجودها ومثوباتها وعظمتها أمام الناس، من أجل أن يقبلوا عليها حبا لله وامتثالا لأمر الله. دين الله مبني على وشوق. هذه الرحمات الربانية وهذه العطاءات الإلهية، نريد أن تحدثنا قبل أن أذهب إلى الفاصل دكتور وصفي، كيف كان المجتمع المسلم في الحقب السالفة حينما كانت دولة الإسلام مقامة، كيف كانوا يستقبلون هذه المواسم والعطاءات الربانية؟ طبعا يعني حينما نتحدث عن المسلمين عبر تاريخهم، لا يسعنا إلا نبرز أمامهم نموذج المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يبدأ منه التاريخ الإسلامي، وهو المعصوم المرسل من الله عز وجل. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته تمثل لنا المرجعية، تمثل التطبيق الصحيح والحقيقي للإسلام، قرآن وسنة. فسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي للإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا دخلت هذه العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر، شد الكناية عن الجد والاجتهاد في هذه العبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا، وكان أجود ما يكون في رمضان، كما روي عنه أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في هذه الليالي، وكان يترك المشاغل ويترك الأحوال إلا في أحوال الجهاد، لأنه أثناء الجهاد يعني حتى لا يوجد الصيام، لا يكون مفروضا حتى في شهر رمضان. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الفطر في رمضان للمجاهدين حتى يكون ذلك أقوى لهم وأدعى إلى تحقيق مقاصد الجهاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخصص هذه الأيام
بطقوس لا ليست للايام الاخرى، من اعتكاف كامل وترك للزوجات وترك لاعمال الدنيا ومشاغلها واقبال كامل وعكوف كامل على الله سبحانه وتعالى. وقد كان الصحابه يعملون بعمل رسول الله، وهكذا صارت الامه عبر تاريخها تقتدي وتاتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف وفي الاقبال على الله سبحانه وتعالى. الدولة الإسلامية عبر تاريخها في الدولة الأموية والعباسية وما تلاها من دول، لم تكن هناك سلطة محددة تحمل المسلمين عبر هذا التاريخ على طريقة معينة أو على عبادة معينة. كانت الدولة تترك الحرية للمسلمين، وكان المسلمون يمارسون عباداتهم في العشر الأواخر هذه طبقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند مثلا عند الملكية كانوا يتركون التحدث، الاشتغال بالحديث وبالسنه وبتحديث سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعكفون على هذه العباده الجليله ويتفرغون للعشر الاواخر من رمضان. فلم تكن هناك وقوف مخصوصه او معينه سوى ما ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكان المسلمون يعملون بعمل رسول الله، وكانوا يعكفون في المساجد، ولم تكن هناك يعني مطاردات ولا مشكلات في المساجد من قبل الدوله والسياسيه، وإنما هناك حرية كاملة للتعبد، للمسلمين يتعبدون الله سبحانه وتعالى كيفما يشاءون طبقا لما ثبت عن رسول الله عليه وسلم. حديثنا بعد الفاصل سيكون عن طبيعة الأعمال المخصوصة بهذه العشرة وتراتبيتها، ولكن وقفة قصيرة ومن ثم نعود لاستئناف الحديث. أسعدكم الله، وهذه عودة لمواصلة الحديث في موضوع العشر الأواخر من رمضان، وحديثنا اليوم مع دكتور وصفي عاشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية. دكتورنا المفضل، يعني قبل قليل تحدثت عن مقاصد الشارع من تخصيص هذه العشر الأواخر بالرحمة والمغفرة والطاعات إلى آخره. السؤال هو ما السبيل الأنجع لتحقق هذه المقاصد في واقع المسلمين؟ السبيل الواضح والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت عنه هو أن يتفرغ الإنسان في هذه الأيام ويعتكف. وكثير من الناس يتحجج بأعماله ويتحجج بأنه يسعى على رزقه وعلى حقوقه وعلى كذا إلى آخره، لكنه إن أدخل في حساباته هذه الأيام وتهيأ لها وعظم قدرها في نفسه وجعل مثلا رصيده من الأجازات يوفره إلى هذه الأيام حتى يقضيها وحتى يتعبد لله ويتبتل إليه فيها. فالاعتكاف هو البوابة الكبرى والأولى التي يدخل منها المسلم على الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، إن أراد أن يحصل أجرها الكامل صدقا في النية وإخلاصا في التوجه لله سبحانه وتعالى. عندنا يعني عدة أعمال في هذه الليالي المباركة. أول عمل من هذه الأعمال، الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل عن أبي هريرة ورواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. القيام هنا الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح هو عمل جليل من الأعمال، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم غفران الذنوب أو ما تقدم من الذنوب على القيام. القيام هنا حدد له هيئة، حدد له يعني شروطا، إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله سبحانه وتعالى وأنه يعني أخبرنا بأن هذه الليلة مباركة، وأن هذه الليلة خير من ألف شهر، فنحن كمسلمين يجب أن نؤمن بجلالة هذه الليلة، وبعظمة هذه الليلة، وبأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الليلة، وأنها ليلة مباركة كما أخبر الله تعالى عنها، فهذا معنى إيمان. وكذلك ترك
الثاني الكتابة، اكتسب ما يكفيك. نعم الصوت يتقطع دكتور وصفي، أرجو المعذرة، سأعيد طرح السؤال عليك لعله يتم إصلاحه. دكتور، يعني تحدثت عن بعض الأعمال المندوبة، ألتمس منك أن تعيد الجملتين الأخيرتين، أهم العمل حتى يعني يصيب المسلم ما يبتغيه الشارع من تحقيق فائدة. ربما كل الأعمال الصالحة الآن يقبلها الله سبحانه وتعالى ويزيد في المثوبة للعابد للمسلم، لكن حتى يصيب المسلم الهدف من هذه العشر الأواخر، ما أفضل الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها، وقد ذكرت من ذلك الاعتكاف؟ نعم، نقول إنه هناك أعمال، الاعتكاف هو البوابة كما قلنا، هو البوابة لدخول المسلم إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، وهذا الاعتكاف يتضمن أعمالا عظيمة جدا أبرزها القيام. طبقا للحديث الوارد عن أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالحديث هنا نص على القيام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم غفران الذنوب أو غفران ما تقدم من الذنوب على هذه العبادة، القيام، من قام ليلة القدر. والقيام هنا ربما يتسع معناه لأكثر من الصلاة، القيام يعني يقيم العبادة في هذه الليلة، يجعل هذه الليلة يعني موسما للعبادة وللطاعة، يؤديها بأفضل صورة ممكنة، يؤديها بأفضل صورة ممكنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، حتى نوضح للسادة المشاهدين أنه يعني الأجر، هذا الأجر العظيم لا يترتب هكذا هباء، وإنما يترتب بشرطين لابد من تحققهما. الشرط الأول الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيمانا واحتسابا. إيمانا بماذا؟ إيمانا بالله سبحانه وتعالى، وإيمانا بأن الله تعالى أخبرنا ببركة هذه الليلة في ليلة مباركة، وإيمانا بأن هذه الليلة خير من ألف شهر كما أخبرنا الله، أن نؤمن بكل ما قاله الله ورسوله فيها صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإيمان، وأن نؤمن أيضا بثوابها وبأجرها وعظمتها وقدرها ومكانتها، وأن الله تعالى أنزل فيها هذا القرآن، كل هذا إيمانا. احتسابا، الإنسان في هذه الليلة أو في هذه الليالي بشكل عام يتعب، يصيبه النصب، يسهر، تحدث له تغيرات في حالته البدنية وحالته، وكل الحالة كما أشرنا في هذه الحلقة، فكل هذا التعب وهذا النصب وهذه المعاناة وهذه المجاهدة النفسية، الإنسان أحيانا يريد أن ينام ويجاهد نفسه حتى يعني يكمل العبادة، يريد أن تنفلت نفسه خارج المسجد أو يذهب هنا، يعني تحدثه نفسه بأن يفتح الجوال ويطلع ما فيه من رسائل وكذا، فيمنع نفسه، كل هذا جهاد. فهذا الجهاد وهذه المقاومة وهذه المكابدة وهذه المعاناة يحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى، مؤمنا بأن الله هو الذي سيجازيه على هذه الأعمال، وأنه هو الذي سيرتب له هذا الأجر العظيم على هذه الليلة. فالثواب هنا المذكور في ليلة القدر، غفر له ما تقدم من ذنبه، لا يترتب إلا بشرطين: بالإيمان وبالاحتساب، إيمانا بما قلناه واحتسابا لكل ما يلاقيه ويواجهه من مشاق ومتاعب وآلام ومعاناة عند الله سبحانه وتعالى. العبادة الأخرى قراءة القرآن، الله سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهذا القرآن نزل في هذه الليلة، وهذه الليلة نحن نلتمسها في العشر الأواخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت عنه في صحيح البخاري ومسلم، هذه الليلة التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أو القرآن الكريم كما وضح لنا أنها هذه الليلة كانت محلا زمانيا لإنزال القرآن الكريم فيها، فهذا القرآن حينما نزل في هذه الليلة في ذلك إشارة على إلى أن المسلمين يجب أن يهتموا ويزيدوا من اهتمامهم بالقرآن الكريم في هذه الليلة. احنا عندنا الناس بتعمل أعياد ميلاد نفسها، وهناك أعياد مختلفة لعيد الأضحى وعيد الفطر ومناسبات إسلامية كثيرة، الإسراء والمعراج، لتحويل القبلة، الغزوات المختلفة، مواسم الحج، كل هذه مواسم. نحن هذا الموسم العظيم الذي نزل فيه القرآن الكريم يجب أن نحييه بقراءة القرآن، بتلاوة القرآن، بالتدبر في القرآن، باكتشاف أنفسنا من جديد من خلال رؤية هذا القرآن الكريم للإنسان والكون والحياة واليوم الآخر والله سبحانه وتعالى والرسل
وحقيقة وجودنا في هذه الحياة يجب في هذه الأيام أن تكون يعني حفلا وأن تكون احتفاء واحتفالا بهذا القرآن الكريم في الليلة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في بيوتهم وفي مساجدهم كخلايا النحل، يسمع لهم أزيز كأزيز النحل في تلاوة هذا القرآن وفي الاهتمام بهذا القرآن. وأنا أقول إن هذه الأمة لم يصبها ما أصابها إلا ببعدها عن هذا القرآن وهدايات هذا القرآن وتنزلات هذا القرآن وبركاته، هدايات في كل المجالات، في السياسة، في الاقتصاد، في التربية، في الثقافة، في العقيدة، في الشريعة، في الأخلاق، في كل شيء. لقد الله تعالى قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. هذا القرآن فيه السعادة، فيه الرياد، فيه النجاح، فيه الفلاح في الدنيا والآخرة. فأحرى بالمسلمين أن يقبلوا على هذا القرآن، لا سيما في الأيام التي نزل فيها هذا القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين، إنا كنا منذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر. طب دكتور وصفي، يعني حتى لا تكون هذه الأيام الفضيلة والعظيمة عبارة عن عادات ميكانيكية، يعني عادات يقوم بها الناس من ركوع وسجود وقراءة قرآن من غير أن تحدث أثرا عميقا في حال المسلم، في شخصيته، في أخلاقه، في أفكاره وتعاملاته، ما الحال التي ينبغي للمسلم أن يكون عليها بعد خروجه من هذه الخلوة مع الرب؟ طبعا الإسلام بما تضمنه من تشريعات عظيمة ومن شعائر كبرى، صلوات، زكاة، صيام، حج، عمرة، فتح باب للتطوع والتنفل بشكل عام، الإسلام هنا كأنما يريد أن يحيط المسلم بسياج وبدائرة لا يخرج عنها ولا يتفلت منها ولا يتلفت يمينا وشمالا. شوف الصلوات الخمس، صلوات خمس في اليوم والليل، والإنسان إذا غادر صلاة استقبل صلاة أخرى بأشواق وبمحبة وبانتظار وبلهفة، وهذا معنى انتظار الصلاة إلى الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. انتظار الصلاة ليس في المسجد، انتظار الصلاة خارج المسجد. الإنسان يصلي ويخرج إلى الدنيا يمارس فيها حياته وعبادته لله في المعاش وفي كسب الرزق وفي خدمة الناس والسعي على مصالح الناس ومصالح أهل بيته وأولاده، ومع هذا هو مسكون بحالة من هياج الشوق لانتظار الصلاة الأخرى. هل هذا سيرتكب معاصي؟ الذي يتشوق إلى الصلاة ثم يدخل في الصلاة يؤديها ويدخل المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي، ثم يخرج ويقول افتح لي أبواب فضلك، ثم يسأل الله أن يتقبل منه ويؤدي الصلاة بخشوع وخضوع إلى آخره، ثم ينتظر الصلاة الأخرى، هذا لا يمكن أن يتلفت إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي رمضان، رمضان هذا الموسم العظيم الهائل الكبير الذي يعني يحجب الإنسان نفسه فيه عن المباحات، عما أحله الله سبحانه وتعالى. فهل المسلم يستطيع أن يتجاسر على ارتكاب ما حرم الله وقد منعه الله تعالى من الحلال؟ ثم يهيئ له هذه العشر الأواخر بأعمالها المركزة وعباداتها المكثفة وإقبالها الهائل على الله سبحانه وتعالى وصفاء القلب وصفاء الذهن والنفس وانجلاء هذه الذنوب والمعاصي من القلب والروح إلى آخره، ثم بعد ذلك يستطيع أن يفكر هذه العبادات. ثم هناك الباب التطوع مفتوح، القيام في أي جزء من الليل، الصدقات، الذكر، التوبة، الاستغفار، صلوات النوافل المخصوصة وغير المخصوصة والمطلقة والمقيدة، كل هذا الإسلام هنا كأنه يريد أن يقول: يا أيها المسلم، لن تجد فرصة للتلفت عن الله، لن تجد وقتا لأن تعصي فيه الله. ومع هذا قد يقع من المسلم بعض الهنات، بعض المعاصي والذنوب، لكنه فرعان ما سيعود، لأنه متلبس بالعبادة دائما. هناك صلوات خمس في اليوم والليل، لكن علينا نحن المسلمين أن نحمل أنفسنا على هذا المنهج، أن نسير وفق مقتضى ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا. والله الذي لا إله غيره، لا نجاة لنا ولا فلاح ولا نجاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأن نحمل أنفسنا على شرع الله وعلى ما يعني شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من الفرائض والنوافل، صلاة، قياما، زكاة، أخلاقا، صياما، كل هذا يجعل المسلم شامة بين الناس،
يجعل المسلم شيء كده، شيء يفخر تفخر به البشرية. وهذا من الآثار، نعم، وهذا من الآثار التي ينبغي أن تتركها هذه العشر الأواخر على المسلم. لكن قبل قليل تحدثت دكتور عن الاعتكاف، وربما يكون هو رأس العبادات في هذه العشر، وهو ميزة وعنوان هذه العبادات. لكن ربما يكون الآن المسلمون يعيشون ظرفا خاصا بسبب هذا الوباء، جائحة كورونا التي تزور العالم كله وخصوصا العالم الإسلامي. نريد أن نبحث معك بعد الفاصل الخصوصية التي يمكن أن يتعامل معها المسلمون مع سنة الاعتكاف في ظل هذه الظروف التي أغلقت فيها المساجد وحيل بينهم وبينها بسبب هذه الجائحة. نستكمل ما تبقى من حديثنا بعد وقفة أخيرة. أهلا وسهلا بكم دكتور وصفي. يعني الاعتكاف وهو عنوان العبادات في العشر الأواخر، والآن الاعتكاف ربما لا يكون متاحا بسبب إغلاق المساجد نتيجة هذه الجائحة التي تجتاح العالم. هل يمكن أن يستعاض عن الاعتكاف في المساجد في الاعتكاف بالبيت؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف للمسلم أن يعوض ما قد يفوته من سنة الاعتكاف في المساجد؟ شوف، احنا يعني طبعا المسجد كثير من الفقهاء او غالب الفقهاء يشترطوه لاقامه الاعتكاف. المسجديه شرط عند غالبيه الفقهاء لاقامه الاعتكاف، لكن يعني هذا الامر ليس مجمعا عليه. هناك من نقل الجواز، الامام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري نقل الجواز، جواز الاعتكاف في المسجد، او اي جواز جعل المسجد للاعتكاف، ومعنى هذا جواز غيره، جواز الاعتكاف في غيره. وكذلك الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، وكذلك في البدر التمام شرح بلوغ المرام. فكل هذا، وطبعا عندنا في أقوال في بعض الفقه المالكي تجيز الاعتكاف في كل مكان، والحنفية أجازوا للمرأة أن تعتكف في المسجد، في مسجد بيتها، وهو المكان المعد للصلاة. وهناك قول قديم للشافعي أيضا بذلك. فنحن في هذا طبعا في الأصل، في غير يعني أزمة وفي غير ضرورة وفي غير مشكلة كما نمر بها الآن. فإذا تقرر هذا، قلنا إنه لو كان في البيت مسجد، مكان مخصص للسجود تقام فيه الصلاة في البيت، وأنا أنصح كل أسرة أن تخصص مكانا ولو صغيرا في البيت لكي يكون مسجدا لهذا البيت، وفي هذه الحالة يجوز لهذه الأسرة أن تعتكف في هذا المسجد. وحتى لو ذهبنا إلى القول باشتراط المسجد عند من يقول بذلك وهم عامة يعني غالب الفقهاء، فإن الإتيان بالشيء مع غالب الشروط أفضل من إبطال الشيء وإلغائه بسبب فوات المسجدية. فعندنا أقوال موجودة في الفقه الإسلامي تقول بغير الجواب، تقول بالجواز بغير الوجوب، يعني تقول بالجواز. وهناك من أباح للمسلم الأسرة بشكل عام إذا كان هناك مسجد في البيت أن تعتكف فيه. ونحن عندنا مبدأ في النوافل بشكل عام أن النوافل أفضل مكان لأداء النوافل هو البيت. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر، ثبت عنه ذلك، أن أفضل العبادات للمسلم في البيت إلا المكتوبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل في بيته، السنن القبلية والبعدية من الصلوات يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم، إلا أن الاعتكاف له خصوصية باشتراطية المسجد عند غالب الفقهاء. وهناك أقوال أخرى قالت بالجواز، والجواز يقتضي يعني أن يعتكف المسلم في غير المسجد في أي مكان، ونحن في هذه الظروف الكل يلتزم بيته بما عرف بالحجر المنزلي الصحي حتى لا تنتشر العدوى وتتقلل أثرها في الناس. فإذا أقامت الأسرة مسجدا
في بيتها مكانا مخصصا للصلاه جاز لها ان تعتكف فيه باذن الله. طيب دكتور، الحاصل اليوم ان كثيرا من المسلمون يتحرون ليله القدر في الايام الوتريه، بينما يزهدون في العباده يعني قليلا في الايام الزوجيه. تراه مثلا يقبل على المسجد، يقبل على قيام الليل في الليله الوتريه في الواحد في الحادي والعشرين والثالث والعشرين والى اخره. هذا الى اي مدى ينقض الاساس الذي أراده الله سبحانه وتعالى من العشر الأواخر؟ يعني هل يصح للمسلم من حيث المقاصد ومن حيث الغايات ومن حيث حقائق العبادة أن يتحرى ليلة القدر في الأيام الوترية ويفتر عن العبادة في باقي الأيام من العشر الأواخر؟ يعني طبعا هم المسلمون الذين يفعلون ذلك يستندون إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث إسنادها صحيح، قال التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منه. وهناك نصوص أخرى كثيرة في هذا موجودة، والأفضل للمسلم أن يحرص على أن يتفرغ في هذه الليالي وأن يعكف على الله تعالى فيها لكي تحدث الأثر، لأن الإنسان إذا ذهب يصلي جزءا ثم ينقطع جزءا آخر تقطعت الآثار وحدث فيها اضطراب معين ولم تسلم أو لن تسلم له الآثار المبتغاة والمقصودة التي يجب أن يحرص على تحقيقها. فالإنسان حينما يعتكف بالكلية يحدث هناك الأثر الذي يترتب، أما هذا الانقطاع لا نستطيع أن ننكره ولا أن نقول إنه مكروه حتى ولا محرم، وإنما يعني الأفضل للمسلم في هذه الأيام حتى يتحقق له كامل الأثر وكامل المثوبة بإذن الله تعالى أن يحرص على الانقطاع لهذه الأيام كلها دون أن تتجزأ أو تتقطع في الأداء أو في الحرص، إلا من كانت عنده ظروف طارئة أو قهرية أو اضطرارية في عمل أو صحة أو مصالح معينة، فلا حرج أن يقتطع من وقته ما استطاع التماسا للأجر، وما لا يدرك كله لا يترك كله، والميسور لا يسقط بالمعسور والله أعلم. طيب في دقيقتين أو أقل من ذلك دكتور وصفي، يعني أترك لك الحديث للتكلم في موضوع هذه الحلقة مما لم يرد ذكره في طياتها. العشر الأواخر من رمضان فرصة لكل مسلم، وفي هذه الظروف بالذات فرصة للأسرة أن تتلاحم وأن تتضام وأن يعاد تشكيلها الروحي والإيماني، وأن يحرص كل زوج وكل أب كل رب أسرة أن يجمع هذه الأسرة على التقى وأن يجمع نياتها على الخير وأن يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى في صورة من العبادة الأسرية. يعني نحن هنا هذه الأزمة التي نمر بها الآن ربما يبرز معها مصطلحات جديدة وفقه جديد وآراء جديدة، ومنها هذا التعبد الأسري الذي يجب أن يتجلى في هذه الأيام. كل أسرة يجب أن تتعبد إلى الله بهذا الشكل الجماعي، بالإقبال على الله، بالدعاء، بالرجاء، بالتوبة الأسرية. الأسر يجب أن تتوب أيضا، هناك يعني كما أن هناك ذنوبا فردية فهناك ذنوب أسرية يجب أن نتوب عن هذه الذنوب الأسرية. هذه الذنوب التي تتمثل في القطيعة بين الزوجين، وتتمثل في إهمال الأولاد والأبناء، وفي تطاول الأبناء على الآباء والأمهات. في هذه الأيام المباركة وفي هذا الشهر الفضيل يجب أن نحيي هذه العبادات الأسرية الجماعية التي يعاد فيها تشكيل الأسرة لكي تكون لبنة قوية بعد ذلك إن شاء الله في بناء المجتمع. نسأل الله تعالى أن يكشف الكرب وأن تزول هذه الغمة وأن يجعلنا من الذين يتعبدون لله ويقيمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان كاملا وفي هذه العشر على وجه الخصوص. تقبل الله تعالى منا ومنكم وغفر لنا ولكم وبارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. إذن هذه العشر الأواخر موسم حياة أحيا الله بها قلوبنا وقلوبكم مشاهدينا الكرام. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريم الدكتور وصفي عاشور أبو زيد أستاذ المقاصد مقاصد الشريعة الإسلامية، كل الشكر لكم، في حراسة الله وتوفيقه.